بيان الوقفة الاحتجاجية لجماهير نادي التعاون ذات التاريخ والأصول الرياضية العريقة. إن جماهير نادي التعاون في كل ربوع ليبيا إذا تقف اليوم ولا متوسلة بل مستغربة ومستنكرة بأشد العبارات ما يقوم به عبد الشفيع بوزلاعة من حرمان نادي التعاون من الدعم المالي المخصص له، وهو التصرف الذي نعتبره حرمان واستهداف وإقصاء ممنهج ومقصود ضد مؤسسة نادي التعاون العريقة، النادي الممتاز الوحيد الذي يتوسط الرقعة الجغرافية الضخمة الممتدة من بنغازي شرقا إلى مصراتة غربا ومن الحدود الليبية الأفريقية جنوبا إلى مياه البحر المتوسط شمالا، علما بأن جميع أندية الدوري الممتاز قد استلمت الدعم المالي المخصص من قبل شهر رمضان الماضي، وإن نادي التعاون هو النادي الوحيد الذي لم يستلم هذا الدعم أو أي دعم آخر من أي جهة اعتبارية. فالدولة على عكس باقي الأندية، ولما كان ذلك وإن ما يقوم به عبد الشفيع بوزلاعة كوزير للرياضة بعيد كل البعد عن الأخلاق الرياضية السامية، وإن تصرفه هذا يفرق ولا يجمع ويقصي ولا يقرب، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه التصرفات الغير مسؤولة والتي تستهدف إقصاء النادي ومنعه حقوقه المشروعة. وإن جماهير نادي التعاون العريقة في وقفتها هذه قد قررت الآتي: 1. إعطاء عبد الشفيع بوزلاعة مهلة 5 أيام من تاريخه لصرف الدعم المخصص قانونا لنادي التعاون. 2. تحميل عبد الشفيع بوزلاعة مسؤولية تبعات هذا القرارات التصعيدية التي ستتخذها جماهير نادي التعاون. 3. اعتبارا بهذا البيان بلاغا إلى النائب العام وإلى كل الجهات الأمنية والرقابية والقضائية، جماهير نادي التعاون صدر في مدينة جدابية الثلاثاء الموافق 15/8/2023.